طبعا يا جماعه في ظل انتقالات الصيفيه النادي الاهلي بيحاول على قد ما بيقدر طبعا ان يجيب اكتر من صفقه. اتكلمنا في فيديو امبارح على دعم المستشار تركي آل الشيخ، طبعا دعم خفي لاداره النادي الاهلي في صفقه الباك ليفت، وذكرنا لحضراتكم طبعا اللاعب الكاميروني ايفان طبعا اللي بيلعب في الدوري الاوكراني، لعيب مميز ويجي تحت السن، وهشام بكار طبعا وجمال الشماخ. ده بالنسبه لمركز الباك ليفت. بالنسبه لمركز الهجوم، النادي الاهلي قدامه جوناثان الجناح المتميز جدا بيلعب في الدوري السويسري، وطبعا كيفن كارلوس اللاعب المتميز جدا هداف الدوري طبعا السويسري ومن افضل اللعيبه اللي معروضه على النادي الاهلي، لعيب طبعا اسباني من اصل نيجيري. كل دي الصفقات المعروضه بالنسبه للنادي الاهلي. هل النادي الاهلي هيجيب حد من الصفقات دي؟ لسه بدري قوي على ان النادي الاهلي يحسم صفقه تاني، الا ان مارسيل كولر عايز يوم 29 سبتمبر اللي هو ايه؟ اللي هو طبعا السوبر الافريقي اللي هيقام في المملكه العربيه السعوديه، يبقى ان شاء الله باذن الله اللعيبه الجديده بتاعت النادي الاهلي بتلعب في الماتش ده. فالنادي الاهلي مستعجل ومش مستعجل، مارسيل كولر ليه طلبات معينه، محتاج كواليتي مختلف، محتاج السكواد بتاعه يكون قوي بشكل مختلف. ده بالنسبه ليه؟ ده بالنسبه لصفقات طبعا اللاعب المهاجم او في المركز الهجومي او بالنسبه للباك ليفت. طيب بالنسبه لحاجه مهمه جدا، كهربا النهارده نادي الرياض السعودي، النادي الكبير النادي المتميز بيلعب في دوري المحترفين، طبعا قدم فاكس للنادي الاهلي شراء محمود عبد المنعم كهربا لمده 4 سنوات ب 3 مليون دولار. كهربا 30 سنه، لعيب كبير، لعيب مميز، ونجح اكثر من مره مع الدوري السعودي وكان مكسر الدنيا، كان عامل موسم ولا اروع مع نادي اتحاد جده السعودي، فجاي له الرياض السعودي، فريق كويس، فريق مميز، فريق العاصمه، وجاي له دعم كويس. وكهربا هيتقاضى في الموسم 1,500,000 دولار، يعني بتتكلم في حوالي 75 مليون جنيه مصري. في الاهلي بياخد 13 او 12، يعني 7-8 اضعاف اللي بياخده في النادي الاهلي. فعرض رسمي من نادي الرياض السعودي لاستقطاب محمود عبد المنعم كهرباء، ده امر. الامر الثاني قصه رمضان. امبارح اتكلمنا ان قلنا رمضان صعب جدا يلعب في النادي الاهلي، طب ليه صعب يلعب في النادي الاهلي يا جماعه؟ لان رمضان صبحي كابتن الخطيب بنفسه قعد معاه في فيلا كابتن الخطيب، ورمضان ابدا ان هو هيجي النادي الاهلي، تفاجأ كابتن خطيب ومسؤولي من النادي الاهلي بيرد بيقول لامير توفيق ان انا قدامي عرض قوي جدا من نادي تاني. كان كابتن الخطيب كان عنده علم ان خلاص خلص في نادي بيراميدز. فده اللي مزعل كابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، ومن الصعب ان رمضان صبحي يروح النادي الاهلي الا في حاله واحده. مارسيل كولر احتياجه الفني يبقى ليه رهيب. اللاعب يقدم تنازلات كتير قوي للنادي الاهلي وجمهوره، يعتذر لمجلس الاداره في بيان رسمي، يحصل امور كتير قوي. رمضان صبحي يبدا ان هو يتنازل عن حاجات كتير قوي عشان يلعب في النادي الاهلي، الا ان رمضان صعب جدا يلعب في النادي الاهلي الا بالتنازلات دي يا جماعه. فكل التوفيق لرمضان، لعيب كبير، لعيب مميز، وكل التوفيق للنادي الاهلي. عنده السنه الجايه 9 بطولات، 6 رئاسيين وثلاثه من مباراه واحده. ايه اللي من مباراه واحده؟ السوبر الافريقي، السوبر طبعا المصري، وكمان الافرو اسيوي. عندك بقى بطوله الانتر كونتيننتال، عندك الدوري، عندك الكاس طبعا، عندك بطوله قويه جدا كاس العالم للانديه، دور ابطال افريقيا، بطولات صعبه قوي 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 بالنسبه للنادي الاهلي. 9 بطولات هيشارك فيهم، منهم 3 بطولات من ماتش واحد. فكل التوفيق للنادي الاهلي وادارته، كل التوفيق كمان لكابتن محمود الخطيب اللي بيحاول على قد ما يقدر يجيب صفقات متميزه جدا للنادي الاهلي. عايز اتكلم كمان في حاجه مهمه جدا، نادي لافيينا اف سي بيدعم نادي بيراميدز، نادي الزمالك بيدعم نادي بيراميدز عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق بعض نجومه. كمان كابتن احمد حسام ميدو في تغريده ليه على موقع اكس قال ان هو بيدعم نادي بيراميدز ويتمنى التوفيق لبيراميدز ويكسب يوم الاثنين. بالنسبه لي المباراه، طاقم تحكيم الماني، حكم الماني متميز جدا، 36 سنه، من افضل اللعيبه الحكام المتميزه جدا اللي هتدير طبعا المباراه، حكم مشهور دايما بالكروت الصفراء. فكل التوفيق ان شاء الله للاهلي، لبيراميدز اللي يكسب، هو عنده حق الجداره ان هو يكسب. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لنادي بيراميدز، واحلى فرقه، احلى مسا على جمهور
الفرقتين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله. سلام عليكم.